إذا نحكي الآن عن الفلكسز، شو الفلكسز لحد هلا ذكرنا تو فلكسز في داخل السينكرونس ماشين، إيش سميناهم؟ بي آر وإيش؟ بي إس. خلينا أول شيء نطلع على الجنريك. لو طلعنا في داخل الجنريتر ورسمت أنا ستيتر هون، وخلينا هلا مين راح يبدأ عندي يتكون أول شيء في الجنريتر؟ هو بي آر قبل ما أسحب كرنت، قبل ما المستهلك يسحب كرنت. فعندي هون راح ارسم البي ار، بي ار من وين جاي حرف الار؟ من الروتر. راح افترض انه بلف بهذا الاتجاه، شو السرعه اللي بلف عليها؟ اوميجا سينك او ان سينك، مش هيك اللي بتعتمد على ايش؟ هلا هون بالحاله هاي انا راح اثبتها بحيث اني عشان تطلع الفريكونسي راح اخليها تلف على اوميجا سينك. وهلا بس يبدا عندي بس يبدو المستهلكين يسحبوا كرنت، شو راح يتكون عندي؟ لاحظ بس المستهلك يبدا يسحب كرنت، الكرنت اللي عماله بيسحبه مش هو نفسه بيعمل ماجنتيك فلوكس هون؟ ايش اسمه هذا؟ ايش بنسميه؟ بي اس. راح يكون هذا لاجنج بي ار بزاويه معينه، شو سميناها بالوقت الحاضر؟ اذا هون عندي بي ار هو اللي سبب، هو اللي كان في البدايه لفيته، راح الفه على سرعه معينه ثابته حتى اضمن انه الفريكونسي تضلها ثابته. راح يتكون بينهم زاوية جاما، الزاوية راح تتكون بينهم جاما هي بين بي ار وبي اس، وعلى فكرة هذا راح يعمل تورك، ايش يعمل التورك هذا؟ راح مين؟ عاكس مين؟ عاكس الجاس تيربان، الجاس تيربان اللي عماله بحركه، فأنا كل ما الكاستمر سحبوا تورك سحبوا كرنت أكثر، شو راح يصير ببي اس؟ راح يزيد طوله، لما يزيد طوله من هون راح يعمل تورك أشد على هلا لو جينا طلعنا على الموتور طبعا لاحظوا التورك هون اللي راح يتكون راح يكون معاكس للتورك اللي جاي من برا مظبوط؟ فالتورك وين اتجاهه راح يكون؟ تاو ديوز هي بيعاكس التورك بيعاكس الحركه بيعاكس اتجاه الدوره وهذا التورك انديوست ايش قلنا بيساوي؟ اظن انه هو بي ار خلينا نشوف اذا هذا مظبوط مظبوط هو بي ار مع بي اس عشان يصير وين اتجاهه؟ لا يكون بي ار مع اس بهذا بتطلع على ستيتر، ستيتر ايش راح تكون عندي بالاول؟ عندي بي اس هو اللي راح يسحب مش هيك؟ فعندي هون راح احط هذا بي اس خلينا نروح بهذا الاتجاه لما بي اس يبدا يتحرك عندي ايش بصير يتحرك؟ يتحرك الروتر مضبوط؟ عندي هون بي ار راح يتكون بينهم زاويه وهون التورك انديوس شو بيساوي؟ كمان بيساوي بي ار وين راح يصير اتجاهه؟ بي ار في بي اس وين راح يصير؟ وهذا بدي اياه مش هيك؟ مش التورك راح يكون بهذا الاتجاه في الموتور؟ لكن هون شو بيعمل؟ بيعاكس التورك الخارجي اللي جاي من الجاس تيربان التورك بالحالتين بيساوي وهذا طبعا بيساوي الان كين بي ار بي اس في ايش مضروب؟ حتى احول من هاي لهاي ايش بدي اعمل؟ هذا ماجنتيود وهذا ماجنتيود صح صاير ايش بالحاله هاي؟ ونفس الشيء اذا هذا بعطيني فكره عن هذا طبعا التورك التورك اللي بيتكون للمحرك حتى يحركه هذا التورك بيكون معاكس للتورك الخارجي اللي جاي من الغاز